الناس يسوي الواجب يستخدمون في واجب سنين سنوات وسنين 100 عام اخويا هذا الشيء اللي شفنا هذا العام عمرنا ما شفنا في الحياه ديالنا. اول مره غادي نشوفوه عندنا الامهات ديالنا، قال لك عمرهم ما شافوا بحال هذا الوجه. هذا اول مره في التاريخ فين غادي يوصل واحد البلاصه اللي ما عمره ما لحقها. كل شيء تخلع، هذوك الناس مساكن كنشوفوا في الديور كيطيحوا، عتقنا اللي غادي نعتقوا، اللي مشى وكل شيء هرب، والناس كيشوفوا في هذيك السرعه اللي غادي بها الواد كل شيء تصدم. حنا وخايفين مازال توقع شي حاجه للناس على حسب هذيك الصدمه، خفنا شي واحد يتشلل، خفنا شي واحد توقع عليه شي حاجه اخرى. الحمد لله زعما ما وقع لهم والو. المهم راه 12 واحد مفقوده، لقيناهم واحد، بقات 11 واحد باقي ما لقيناهش، باقي كنقلبوا عليها. وكما كتشوفوا المال صالح للشرب مشى، حنا باقينا عاد ديال الواد، والكهرباء تقطع على الكهرباء كما كتشوفوا، كل شيء هو طاح. ما بقى عندنا دابا لا ضو لا ماء لا ريزو لا حتى حاجه فين نتصلوا مع الناس. حنا بقينا منكوبين في هاد الساعه هادي، كنتمناو السلامه، كنتمناو الخير لقدام. الاول جانا خبر من عند المقدم فوق، قال لك اودي راه جا واحد الواد خايب. وهذاك الواد ملي جا حنا عندنا واحد البلاصه اخر، ما كاينش واحد اللي غادي يعلم لك كاين هذه البلاصه هذه، راه كاينه مراكز هذه البلاصه هذه. هذاك جا هو الاول، ملي جا هو الاول نص ديالو طلع لهنا ونص كيمشي للبلاصه ديالو. هذا فاش جات لقى مع هذا النص الفوقاني، صافي دار الله يحضر السلامة، جا في واحد السرعه ودار هذه الكارثه اللي وقعت. عزمه جاتنا على غفله، لا اله الا الله. 12 واحد لقينا دابا، واحد و11 واحد راه باقي مفقوده، باقي ما لقيناه. المهم كان فيهم الدري تبارك الله يلا بغى يدخل الباك هذا العام، وعنده واحد خطوره دخلت الباك غتكون عنده شي 23 سنه، الدري غتكون عندي تقريبا شي 19 بحال هكاك، وامه تقريبا غادي تكون عندها شي 55 بحال هكاك، وكاين جدو راه تقريبا لحق شي 75 سنه، وكاين هذيك جداتهم تقريبا مسكينه حتى هي راه بحال هكاك 82 سنه. فهذه عيل واحده اللي مشات حنا ما شفناهاش. هاد هذه خمسه كلهم داخلين الدار، عاد زيد واحد دار اخرى حداهم كما كيقول لي يلا الناس راه دخلوا للدار، واش كيقول لك لا راه باقا الدريه على برا، باقي بالضبط باقي ما عرفناش بالضبط شحال مشى فيها، ولكن كما كنقولوا درك الناس كيقولوا راه اربعه باقي مفقودين لتحت. المهم الدريه هذه البلاصه كانوا فيها الديور، هاي الدار هذه البلاصه هذه كلها، هذو كلهم الديور. ها هما هذه اللي كتشوف هنا فين خرجنا ديك السيده هذيك اللي في هذاك الموتور، وهذه دار هذه هنا الحمد لله ما كان مولاها. يلاه مشى بنهار تزكرت هو عائلته، يلاه مشى بنهار. والهم مات فيه خوه مرته، حتى هما راه مفقودين ما عرفناهمش، باقي ما لقيناهمش. وهذيك الدار الثانيه اللي حداها فيها اربعه النفوس، باقي ما لقيناهمش. وكاين الاخرى اللي ملهي لقينا فيها ثاني خمسه النفوس، هذوك داهم الواد، هذوك داهم 100% لحقاش الاثار ديال الدار ديال المنزل ديالهم ما لقيناهش. العلو ديال الماء غادي نقول لك شي 20 متر 20 متر تقريبا باش طالع الواد فوق. راه دار من القنطه للقنطه، وباش تشوف ممكن تجي معايا باش نوريك الاطراس ديالو، وانت غادي تشوف. ها هي الا شتي الاطراس ديالو شتيه، هاو كيبان لك هذا هو الاطراس ديالو دروك اللي لحق. عاد راه كيبان لك واحد القادوس من اللي شتيه، هذاك البيض راه عندي فيه واحد الميكا بيضاء شتيها، كتبان لك لا راه تما فين لحق. عاد لحق هذه البلاصه هذه راه كارثه العظمى، عمرنا ما شفنا حنا بحال هذا الواد هذا. راه من تما لحقات خرجنا، بقينا كنهضروا تنتصلوا بالناس وكيتصلوا. المهم لحقات الوحده ديالي للجوج قطع الاتصال، صاي ما بقى لا ريزو لا انترنيت، صافي الناس خايفين ما بقى عارفين شنو واقع. الناس كيجري، وكاين اللي جا العائله لعائلته مشى، كاين اللي جا لعائلته باقا. المهم الناس كلشي من الناس وباقيين كيجيو الان. راه كاين دابا اللي خرج دابا قال لك غادي يلحق بالليل، والطريق راه مقطوعه كما كتشوفوا، الكهرباء هو ما كاينش، والماء صالح للشرب ما كاينش. لا اله الا الله هادشي.